شرف عظيم تنظيم الجزء العلمي لمؤتمر مستشفى صدر القيع. الحقيقه مستشفى صدر القيع صرح كبير في محافظه قنا. يمكن انا في محافظه قنا سنه 70 الوالد الله يرحمه كان اخصائي صدر في ناجح حمادي وكل الناس اللي في مستشفى صدر القيع اخوه افاضل وعارف قد ايه قيمه مستشفى صدر القيع في مكافحه العدوى وقد ايه العينين بيحكوكم وقد كده. انا قلت لكم يعني الواحد مهما بيحاول ان هو عيان يقول له تعالى روح اسيوط او غيره يقول لي لا انا عايز اروح صدر القيع. من كتر ما انتوا قد ايه فعلا يعني الكير بتاعكم ممتاز مع العيانين وما شاء الله ربنا يزيدكم محبه. النهارده هتكلم في عجاله كده على العدوى المستشفيات. هتكلم عن الحاجات البكتيريه سواء كانت العدوى في المستشفى البكتيريه. اول حاجه المهمه المشكله الكبيره اللي احنا بنقع فيها دلوقتي اللي هي عدوى الاطباء في الكورونا جوه المستشفيات. زي ما احنا طبعا شايفين دلوقتي بقى من كتر الجيرمز بتقول للعيان اهلا بيك وهو داخل مستشفى. دي الديفرنت جايد لاينز اللي هتكلم عنها الامريكان ثوراسيك سوسايتي جايد لاينز والاوروبيان ريسبيرتوري سوسايتي جايد لاينز. وجايد لاينز ثانيه بتتكلم عن الانفكشن في الاي سي يو وعن الكورونا وعدوى المستشفيات. مشكله الكورونا ان هي الحقيقه الانفكشن بتاعها عالي جدا. مشكلته ان هو بيبقى عن طريق الدروبليت الرذاذ والكلوز كونتاكت. طبعا في بدايه الجائحه كانت المشكله ان ما كانش فيه اورينتيشن بالعدوى بتمشي ازاي. فالحكايه ديت عملت ما بقاش فيه سيطره وانادكوت بريفنشن وكنترول ميجرز في المستشفيات. وكانت النتيجه ان في بعض الاستاديز لقوا ان في 44% من الميديكال ستاف جالهم اتعدوا بالكورونا. كان بيخش العيان السسبكتد بقى من غير ماسك، ده الكلام ده في وهان في الصين. كان ممكن يبقى هو بماسك انما الزياره داخل له عادي من غير ماسك يخش يتعدي ويطلع. زي ما هنشوف اسباب الاخطاء كانت ايه عند الدكاتره اللي خانتهم. نسبه كانت وصلت 44% من الميديكال بيرسونيل الدكاتره او الناس اللي شغالين في الحقل الطبي جوه المستشفى كان بيجي لهم كورونا. كان من ضمنهم طبعا يعني 56% للاسف اخواتنا التمريض لان هم اكثر ناس ان كونتاكت مع العيان. هي اللي بتاكل وبتشرب وبتدي دواء، هي اللي على طول الوقت مع العيان. يليها نسبه 33% من الدكاتره واخيرا 11% من العمال والسكرتاريا اتعبوا بالكورونا. دي في احصاء من الاحصائيات يعني. طبعا لما الكورونا بدات في وهان كان في الميديكال ريسورسز كانت سكيرس. ما كانش لسه فيه المعرفه وما كانش فيه لسه الماسكات والمريانه الطبيه اللي تتلبس وغيره والفيس شيلد اللي بيلبسه الدكاتره. فالبروتكتيف ميجرز ما كانتش متاحده وبالتالي كان في هاي ريت اوف نوزوكوميال انفكشن وعدوى جوه المستشفى. السسبكتد بيشنتس ما كانوش بياخدوا البروتكتيف ميجرز بتاعتهم ولما كانوا بيروحوا الهوسبيتال وابتدى يحصل هوسبيتال اوت بريكس. انما بعد كده لما ابتدينا يعني بقى اورينتد وعارفين احنا ازاي نحمي نفسنا ابتدت تقل. ففي استادي من الاستادز اتعمل على 44600 عيان حصلت عدوى بس في 1700 منهم خمسه فقط هم اللي دايت. فدي طبعا نسب ايه يعني ممتازه بالنسبه للعدوى اقل بكتير من الاول. فكان في ديفرنت استادز اتعملت على السارس وعلى الميرس انفكشن ودول اللي هم الكورونا فيروسز الثانيه اللي غير الكورونا. اتلقى ان في بيعملوا بيشوفوا بيتابعوا مجموعه من العيانين. تابعوا 43 عيان من السارس لقوا ان هو تسبب في عدوى 674 عيان وبالتالي كان كل عيان عدا تقريبا 30 واحد. الحكايه دي كانت اقل شويه في الميرس اللي هي الميدل ايست ريسبيراتوري سندروم ودي كانت حوالي 6.3 لكل واحد بيعدي ناس مختلفه. طبعا النسب دي عاليه جدا في الكورونا. ايه هي الاخطاء؟ لقوا ايه الاخطاء اللي بعد ما بحثوا الموضوع وشافوا كان ايه الدكاتره الاخطاء اللي عملوها وادى الى العدوى جوه المستشفيات؟ النقط دي مهمه جدا لينا احنا بعد كده عشان البراكتس بتاعنا. لقوا 63% من الانفكتد ستاف ديد نوت وير البروتكتيف كلوزنج، مجرد ما تلبسش بس المريله واللبس الطبي بتاع العزل بطريقه صحيحه ف 63% منهم حصل لهم عدوى. 58% في استادي ثانيه ما كانوش بيلبسوا الجوانتيات. 91% ما كانوش بيلبسوا الجوجلز او الفيس شيلد. ودي نقطة مهمة عشان في ناس من الدكاترة يقول أنا بلبس الماسك أنا أديني لابس النضارة وخلاص عشان حاجة. لا، العين مدخل للكورونا.
فمهم قوي ان انا اكون لابس الفيس شيلد، ده مهم جدا لان ده مدخل كورونا، وفي 91% حصل لهم عدوى عشان ما لبسوش الفيس شيلد. 57% ما كانوش بيستعملوا الهاند ديسانفكتنت الكحول وغيره، 7% ما كانوش بيلبسوا ماسكات. وفي استادي ثانيه لقوا ان 88% من العيانين اللي كانوا بيلبسوا ماسك وقماش جوه المستشفى حصل لهم عدوى. النقطه دي مهمه عشان بعد كده احنا يعني لازم نعرف ان احنا الماسك القماش ده عشان نروح بيه النادي، علشان نعمل بيه اي حاجه ثاني، انما جوه المستشفى ده ما ينفعش بحاجه. طب ايه هي الطرق المقاومه للعدوى ديت؟ طبعا بعد ما انتشر الموضوع في الميديا وابتدى الناس تبقى اورينتد وعارف الموضوع بيمشي ازاي، السيمبتومز طبعا كان لازم بتاعت العيان معروفه للناس. البروتكتيف ميجرز في الهوسبيتال والكلينيك فيزيت ان العيانين لازم قالوا لهم اللي داخل المستشفى ده لازم يبقى لابس الماسك، وبيقلل التايم بتاع الدخول في المستشفى. ودي نقطه مهمه للدكاتره في الكشف على العيان، هو للاسف بعض العيان مش بيتفهموا النقطه دي، انما هو فعلا لازم ان يبقى الكشف سريع وفي حدود دقيقتين ما يزيدش عن كده، لان كل ما بيزيد العيان قعدته مع الدكتور بيزيد الفيرال اوفرلود وبتزيد العدوى للطبيب وطبعا للناس اللي قاعدين في العياده يعني. ولو في بعض الناس بتعمل ريموت ميديكال كونسلتيشن، هو بيبقى مثلا في ديكتافون او حاجه بيكلم فيه العيان الاول، وبعد كده يبتدي بعد كده يكشف عليه بسرعه في الدقيقتين، بحيث ان الوقت بتاع الهيستوري ده يكون ما هماش قاعدين في وش بعض. طبعا بيبقى لازم في عنابر العزل، دي نقطه مهمه جدا. في المستشفيات لازم بنقسم ان احنا بيبقى في غرفه خارج المستشفى للناس اللي جايين عندهم فيفر، ده اللي اسمه ترياج او التقسيم. يعني الاول انا حد جاي فيفر يقول لي لا اصل ان الكلى اصل ان الكبد انا عندي مش ماليش دعوه. فيفر تخش الاوضه دي. بعد كده بيخش دكتور ويبتدي يسال ويشوف الدنيا ايه. السبب بقى ريسبيراتي ونون ريسبيراتي، يبتدي بعد كده كل واحد يتقسم على المكان بتاعه، انما العيان بتاع الفيفر ما يخش على عيانين الازمه اللي بياخدوا جلسات نيبلايزر ويقعد ايه يعمل لهم عدوى. هنكتفي بالقدر دوت، وشكرا لحضراتكم، وان شاء الله بستكفى التاني عشان